السلام عليكم شباب، يا رب بخير. وياكم دكتور كرر، تدريسي في كلية إدارة الاقتصاد جامعة واسط قسم إدارة الأعمال. أرحب بطلاب المرحلة الأولى أجمل ترحيب. اليوم راح نفوت بلب المادة اللي هي المراسلات، أو اللي هي يسموها البزنس كورسبوندنس ليترز. هواي طلاب قالوا احنا نريد يعني نعرف شنو مكونات هذه الرسالة، فحسب السيلبس انه احنا اليوم خلينا نشوف الثمان دقائق، لانه انا ما احب المقطع يعبر اكثر من ثمان دقائق صراحة. يعني كثير الحلو باليوتيوب انه ينطيك ايش قد الطلاب اللي عندك دي يتابعون المقطع، يعني من المقطع ثمان دقائق نص الطلاب او اون افريج يعني كمعدل ما يشوف اكثر من ثلاث دقائق. ف يعني احاول قدر الامكان انه يكون المقطع يعني سبعة ثمانية حتى كل الطلاب تشوفه، واتمنى تشوفه طبعا. ف learning objectives يعني هدفنا من التعلم من هذا الدرس، يقول by the end of this section، بنهاية هذه المحاضرة you'll be able to، راح تكون قادر على. طبعا هذا كله راح اسوي لكم اياها سلايدات، فشيء حلو. يقول describe the 15 parts of a standard business letter، يعني وصف الاجزاء ال15 للرسالة الخاصة بالرسائل الإدارية والخاصة بإدارة الأعمال. access sample business letters، راح تشوف نماذج من هذه المراسلات الإدارية. and write a sample business letter، وراح يكون مطلوب من عندك انه انت تكتب رسالة. for letters، شنو letters؟ يقول letters are brief message or brief messages sent to recipients that are often outside the organization. يقول هذه الرسائل هي brief message، brief يعني مختصر، sent to recipients، recipients يعني مستلمين، that are often outside the organization، اللي هم غالبا خارج منظمتك، خارج شركتك، خارج جامعتك. هذا التعريف مأخوذ من بوفنثيل. شباب هذه الطريقة اللي بيها نذكر المصادر، لأنه احنا هذا التعريف مو إنا، هذا التعريف ماخذي احنا من شخص، فلازم نحتفظ بحق الباحثين، لأنه ناس تعبت لحد ما وصلت لهذا السطر، فلازم نسويها بأمريكا يسموها citation، يعني تنسب هذا الكلام لأصحابه. يقول they are often printed on letterhead paper، يعني تنطبع على أوراق، and represent the business or organization in one or two pages، وتعبر عن المنظمة أو النشاط الاقتصادي بصفحة أو صفحتين. هذه هي الرسالة. يقول shorter messages، الرسائل القصيرة، may include، ممكن تتضمن email، يعني رسائل بريد إلكتروني، memos، مذكرة، either hard copy of or electronic، أما يعني ورقة مطبوعة أو يعني بالإيميلات، يعني ترسل بالإنترنت. يقول while reports tend to be three or more pages in length، يعني الرسالة ممكن تكون عبارة عن إيميل أو مذكرة، بينما التقرير tend to be three or more pages in length، التقرير ممكن يكون صفحة أو صفحتين، ثلاثة أو صفحتين. يقول while email and text messages may be used more frequently today، يقول بما أنه أو على الرغم من أنه الإيميل أو الرسائل القصيرة اللي إحنا نبعثها هي تستخدم بكثرة، the effective business letter، المراسلات الإدارية الفعالة، remains a common form or written communication، المراسلات الإدارية تبقى في شيء رسمي بالمراسلات بين الشركات بين المؤسسات. يقول it can serve to introduce you to potential employer، يقول ممكن تقدمك لشخص يريد يعينك، announce a product or service، أو أنت تريد تعلن عن خدمة أو عن منتوج، or even serve to communicate feelings and emotions، وفي بعض الأحيان توصل مشاعرك وأحاسيسك. يقول we'll examine the basic outline of letter، راح نراويك يعني النقاط الأساسية لهذه الرسالة، and then focus on a specific product or written assignments، بعدين راح أركز على رسائل خاصة أو رسائل يعني مكتوبة سابقا اللي هي عبارة عن واجبات طلاب سابقا. يقول all writing assignments have expectation in term of language and format،
يقول كل الواجبات كتابة الرسائل الإدارية نتوقعك أن تكون متقنة من ناحية اللغة ومن ناحية الترتيب. هسه راح نشوف. يقول the audience or reader may have their own idea. يقول هذا القارئ أو اللي راح يستلم رسالتك عنده فكرته الخاصة of what constitute a specific type of letter. عنده فكرة خاصة أنه شنو مكونات هاي الرسالة. And your organization may have its own format and requirements. ومرات المنظمة أو الشركة اللي أنت تشتغل بيها بعض المتطلبات. يقول this chapter هذا المحاضرة اللي إحنا راح نأخذها outline common elements across letter. بيها الرسائل الشائعة أو الترتيب الخاص بالرسائل الشائعة. And attention should be directed. والانتباه يجب أن يستهدف the expectations التوقعات associated with your particular writing assignments. لازم أنت تشوف شنو الغرض من رسالتك اللي أنت راح تكتبها. There are many types of letters. العديد من الأنواع من هاي الرسائل. And many adaptations in terms of form and content. وبها العديد من الرسائل اللي تختلف بالفورمات بالترتيب وبالمحتوى. But this chapter هذا الفصل we discuss the 15 element of traditional block style letter. راح ناخذ ال 15 مكون من هذه الرسالة. شباب أريدك تركز على هذه ال 15. يقول elements of a business letter. أول شيء return address. يقول this is your address. يعني return address يعني أنت من أنا من أدز لك رسالة راح أكتب عنواني فوق حتى من ترجع لي الرسالة يطلع بيها يعني عنواني أصلا موجود عندك. فيقول this is your address where someone could send a reply. يقول هذا عنوانك اللي الناس تريد تدز لك رد. date اللي هو التاريخ. reference يقول like subject line يعني الموضوع أو عنوان الرسالة. This is where you indicate what the letter is in reference, like subject, purpose, يعني شنو غرضها. Delivery, هذا optional, يعني اختياري. Well, sometimes you want to indicate on the letter itself how it was delivered, يعني هاي رسالة شلون وصلتك. This can make it clear to a third party, يعني تنزيتها لشخص وشخص وصلها مثلا. That the letter was delivered via a specific method, such as certified email, عندهم هذا نوع من الإيميلات اللي يرسل بطريقة معينة. Recipient's note. This is where you can indicate if the letter is personal or confident. هذا هنا تقدر تحدد بالrecipient note إنه هل هذه الرسالة شخصية أو سرية. راح نجي على الكونتنت. بالكونتنت مكتوب راح ناخذ الانترودكشن مقدمة. بودي paragraph طبعا راح أشرحها بالتفصيل بالمحاضرة اللي عبرنا 8 دقائق. بها بادي اللي هو الفكرتك الرئيسية والأساسية. بها conclusion بها استنتاج. بها close اللي تكتب sincerely عزيزي yours إلى آخره. signature توقيعك. preparation line شوف من مسويها إلى آخره. شباب الحد هنا ننتهي وإن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نكمل. أتمنى لكم التوفيق. اشتركوا بالقناة لأنه أني مو بس جاي أنزل شغلات بالمحاضرات، لا جاي أحاول أطور مهارات الطلاب، راح نتعلم سوية هواي أمور. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نلتقي، يعني يمكن الحدث أنا شايفكم. أتمنى نلتقي ونتشاور بالخير. في أمان الله.